أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل أينما كنتم مرحبا بكم إلى أول عرس في هذا الموسم أول عرس كروي في هذا الموسم في إنجلترا مع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 57 في تاريخ الكرة الإنجليزية بين العملاقين أرسنال ومانشستر سيتي رأي ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم زيتشينكو وفودين في الجهة المقابلة ميرتساكير إيوبي ويلبيك مايكلو بظهر الخطورة بابا بابا جول ومسعود وجول اوي 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 ضاعت فرصة من أوباميونغ مسعود أزيل حطها لك على طبق يا أوباميونغ مر لك كرة من أروع ما يكون انطلق من ويلشير الاستناد على أوباميونغ لحقها من هنالك مسعود أزيل مرر على تعود اللعبة أرضية غوندوغان وخطيرة بابا 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 خطيرة مرة أخرى الكرة هذه الحكم لم يقل شيئا ليس هناك أي خطأ يوزعها الكرة أغويرو أغويرو بابا 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 جول 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 يا الله عليك يا أغويرو يا سلام من هربة واحدة لعبة واحدة الفنان لعبة فعلها الأرجنتيني أغويرو من خطأ تقريبا من أغويرو من دفاع فريق أرسنال حكم المباراة لم يصفر خطأ كان في اعتراض من أغويرو سرق الكرة اختطفها وانطلق وراح شوف الإعادة مرة ثانية من كرة بعيدة كلاوديو برافو كرة بعيدة شوف ماذا فعل أغويرو آي 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 خطأ من أغويرو ولكنك فنان يا سيرجيو جول أول من أمام دافيد أوسبينا فعل أغويرو ومانشستر سيتي وافتتح مجال التسجيل لصالح مانشستر سيتي بهذه الكيفية انطلق تشاكا يرسلها بعيدة لأوباميونغ استلمها وراح أوباميونغ أوباميونغ بخبرته وتجربته وقوته يتمكن من التفوق على جابوري أوباميونغ التغطية من هنالك عن طريق كوسيلي وبا با 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 رائعة ودي بروين ولا لا فنان أنت يا سيرجيو أغويرو أنا لم أكتشفك اليوم طبعا للتأكيد فقط نقول بأن ما يفعله أغويرو هو العجب استلمها توغل باليسرى ارفعها فوق راس الحارس جاء لاعب دانيلو مازال الخطورة أي 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 كومباني وركنية أخرى لمانشستر سيتي كاد يأتي الجول الثاني في هذه اللعبة من هنالك من دانيلو رجعت لكامباني على طبق ضربها من مباراة في أي لحظة دي بروين يلعب أرضية بابا بابا جول فعل فينسون كومباني البلجيكي موفق في كل شيء موفق دفاعيا وموفق هجوميا الكرة ضربت في رجله أم ضربها برجله جول تسديدة قوية جدا أرضية أمام دفاع يتفرج فرحة كبيرة لعناصر مانشستر سيتي لأنهم عارفين قيمة هذا الجول الثاني أمام أرسنال بعد ساعة لعب يفعلها فينسون كومباني ويسجل أول أهداف هذا الموسم يسجل أول أهداف هذه الكيفية التسديدة اللعبة بينية دافيد سيلفا بابا جول دافيد سيلفا يفعل ما يريد دافيد سيلفا يسجل الجول الثالث يسجل هدف رقم 57 في 336 مباراة مع مانشستر سيتي فعلها دافيد سيلفا وانهار أرسنال الهدف الثالث حرم فريق أرسنال من الكرة على ماذا تحتج أرسن فانجر أرسنال مانشستر سيتي اليوم مبدع مانشستر سيتي اليوم رائع مانشستر سيتي خنق أرسنال في مباراة اليوم الشوط الثاني مرعب لمانشستر سيتي غون ضاعت منه وانطلقة سريعة لأرسنال تشاكاو هذه التسديدة بالسويسري تشاكا المتعود على التسجيل من مثل هذه الأماكن والمواقع استرجع مازال أوباميونغ يخرج له كومباني كان ممكن يحتسب ضد الحكم خطأ شوف هنا برجليه مباشرة من دون ما يرى